مشاركة فعالة، وتابعنا منذ قليل وقائع هذه الجلسة الحوارية التي أكدت على التجربة المصرية في مواجهة الأمراض المتوطنة بالقارة الإفريقية، وأيضا هذه التجربة الملهمة للعديد من الدول الإفريقية. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية، يعني كما تابعنا الآن، الدولة استطاعت خلال 8 سنوات أن تستعيد دورها وريادتها في القارة الإفريقية السمراء في العديد من المجالات، وفي مقدمتها المجال الصحي. كيف ترى أهمية عقد هذا الحدث الطبي الكبير على أرض مصر، الحدث الأول من نوعه والأكبر من نوعه في المجال الطبي بالقارة الإفريقية؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد مصر الأفريقية دائما مهتمة بمعالجة كافة القضايا الأفريقية، سواء على صعيد الصحة، التنمية، مكافحة الإرهاب، مكافحة الفساد وغيرها من المشاكل المزمنة في القارة الأفريقية. وهنا بتبرز الرؤية المصرية والدور المصري الفعال الاتجاه نحو صلب المشاكل الأفريقية بما يخدم الداخل الأفريقي والشعوب الأفريقية. مصر تحاول طوال الوقت خدمة القضايا المزمنة في القارة الأفريقية. وبالمناسبة هذه ليست أول مرة تستضيف فيها مصر فعالية هي الأولى من نوعها في القارة الأفريقية، بل نحن نتحدث عن معرض التجارة البينية الأفريقية الأول من نوعه صدفته الدولة المصرية، نتحدث عن أول فعالية لمكافحة الفساد ومنتدى مكافحة الفساد في القارة الأفريقية كان الأول من نوعه أيضا صدفته القاهرة، وغيرها من الفعاليات كانت مصر رائدة في استضافتها ووضع حلول ايضا وخارطه طريق لعلاج هذه المشاكل. وفي الحقيقه ان مصر بتعمل في القضايا الافريقيه بشكل متكامل ووفق استراتيجيه لا تهمل اي من ركائز الازمه الافريقيه ووفق ما يحقق ايضا اجنده افريقيا 2063. عشان كده النهارده بنتكلم على احد المعضلات المهمه في الداخل الافريقي وهي المعضله الصحيه. ومصر في الحقيقه الان تتحدث في قاراتها الافريقيه بعد ان امتلكت تجربه صحيه رائده في التصميم. نحن نتحدث اليوم عن احد اهم علماء الصحه في العالم وهو يتحدث ان بكل الاموال التي تمتلكها الولايات المتحده الامريكيه لم تستطيع امريكا ان تحدث حمله قوميه لمكافحه فيروس سي مثل التي احدثتها الدوله المصريه. صحيح. ايضا ما يتم استعراضه من قدرات في البنيه التحتيه الصحيه الان بالدوله المصريه هو في الحقيقه، وكما تحدثنا وكنا نتحدث طوال الوقت، ان ما تفعله الدوله المصريه من تنميه داخليه لا يخدم الداخل المصري فقط ولكنه ايضا يخدم المحيط الاقليمي خاصه الافريقي. اليوم هذا هو الشاهد على هذا الحديث، ان بالفعل مصر الان تقدم تجربتها الطبيه، خدماتها الصحيه، مستشفياتها، تقنياتها، ايضا خبراتها البشريه وعقولها الذهبيه في الحقيقه، وايضا ما انجزته مصر سواء على صعيد التجارب الخاصه بالشراء الموحد بما صحيح. يتعلق بصناعه الدواء، بما يتعلق بالبحث العلمي، كلها الان رهن يعني الطلب الافريقي لتحقق طفرة في هذا المجال. يعني حضرتك أشرت تحديدا أستاذ جمال فيما يتعلق بالتجربة المصرية الملهمة بالمبادرات الرئاسية الصحية، نتحدث عن 11 مبادرة صحية أطلقت خلال السنوات الماضية، وأيضا يعني القضاء على فيروس سي كان لافتا للغاية في هذه الجلسة التي تابعناها منذ قليل، والتي كان يعني يتحدث فيها السيد هارفي أولتر وهو الحائز على جائزة نوبل في علم الفيروسات والقضاء على فيروس سي، حينما أشاد بالتجربة المصرية. نحن نتحدث عن تجربة مصرية ملهمة للعالم فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي. بالتأكيد السيد هيرفي في الحقيقة يعني تحدث منبهرا عن يعني التجربة بشكل عام وعن فكرة القضاء على فيروس سي، وكما أوضحنا يعني هذا العالم الكبير والحاصل على جائزة نوبل يتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية بكافة إمكانياتها لم تستطيع أن تقيم مثل هذه المبادرات القومية لمعالجة هذا العدد الضخم من السكان. وبالتالي نحن أمام بالفعل تجربة لم نعد فقط نحن من نتحدث عنها ولكن العالم كله يتحدث عنها. عندما تتحدث قامة علمية بهذا القدر من العلم وبهذا القدر من التقدير الدولي لا يمكن لأحد أن ينفي هذا الكلام، هذا واقع وواقع يتحدث به العالم الآن. أيضا فكرة المبادرات الرئاسية في الحقيقة هي فكرة رائدة وتمثل فكرة الحلول قصيرة المدى لإتاحة المجال أمام الحلول طويلة المدى. يعني مصر حينما حاولت أن
تجد حلول لمشاكلها الصحية مضت نحو مسارين. المسار الأول له علاقة بحلول قصيرة المدى زي القضاء على الكثير من الأوبئة المستوطنة وعلاج فيروس سي طبعا، وقضاء على قوائم الانتظار وغيرها من المبادرات الرئاسية ال11 مبادرة التي أعتقد أنها أحدثت طفرة في مجال الصحة في مصر. هذا أتاح المجال للحلول طويلة الأمد. هنا بنتكلم بقى على منظومة التأمين الصحي الشامل، تطوير البنية التحتية الصحية وإعداد الكوادر الصحية أن تعمل بشكل منتظم، لأنك أزلت عبء كبير من على كاهل يعني العمل التقليدي عبر هذه المبادرات السريعة والمنجزة والتي تصل للهدف مباشرة. وبالتالي هذه التجربة من المهم استعراضها الآن للأشقاء الأفارقة للاستفادة منها، لأن بالفعل القارة الأفريقية عانت طوال العقود من استيطان الكثير من الأوبئة كما استمعنا اليوم، وبالتالي تحتاج. أستاذ جمال، كان أيضا هناك تأكيد وتركيز على فكرة توطين الصناعات الدوائية في مصر. هناك حديث عن مدينة الدواء المصرية التي بالفعل بدأت في طرح العديد من المستلزمات الطبية والأدوية التي يحتاجها السوق المصري وبالتالي تحتاجها السوق الإفريقية. إلى أي مدى يمكن أن تكون مصر مركزا إقليميا أو منصة مستدامة بوابة للتجارة الخاصة بالقطاع الطبي بكافة أشكاله، المستلزمات والأدوية وغيرها؟ يمكن هنا يجب أن نشير أن جائحة كورونا أثبتت لنا جميعا كأفارقة أهمية أن يكون لدينا الدواء وأيضا الأمصال لمواجهة أي تحديات، وفكرة الاعتماد الكلي على الشركاء. طبعا هم شركاء دوليين والجميع يعني القارة الأفريقية منفتحة على الشراكة مع العالم كله، ولكن علينا أيضا أن نعتمد في فكرة تلبية احتياجات السوق المحلي الأفريقي من الدواء ومن الأمصال على الداخل الافريقي. والتجربه الافريقيه تجربه جائحه كورونا كانت خير شاهد ودليل، ويمكن لولا ان مصر اتخذت الخطوه ووطنت صناعه لقاح فيروس كورونا في الداخل المصري، هذا ساهم بشكل كبير جدا في انقاذ القاره الافريقيه من الجائحه، وبالتالي هذا درس علينا ان نتعلم منه. التجربه المصريه التي اتجهت الى انشاء مدينه الدواء لتوطين صناعه اللقاحات في مصر وبالتبعيه في القاره الافريقيه هي تجربه في غايه الاهميه. ونجد النهارده القاده الافارقه انفسهم، المسؤولون الافارقه انفسهم يتحدثون عن اهميه هذا الامر. اعتقد ان القاره الافريقيه تمتلك الموارد البشريه وايضا الموارد الطبيعيه والامكانيات بشكل حتى لوجستي لتكوين هذه القاعده من الصناعات الدوائيه الان في القاره الافريقيه، خاصه ان مصر بدات الطريق، ومصر الان لديها بنيه تحتيه يمكن للقاره الافريقيه الاعتماد عليها، ومن ثم هذه نقطه جوهريه في التصدي للازمه الصحيه في القاره الافريقيه بما يجعلنا نصل لاهداف اجنده افريقيا 2063. هذا المؤتمر الطبي والمنتدى الطبي أيضا يبعث برسائل سياسية في غاية الأهمية، يعني منذ قليل تابعنا في هذه الجلسة الحوارية حضور لوزيرة الصحة الأوغندية، وزير الصحة من زيمبابوي ونائب رئيس زيمبابوي، يعني نتحدث عن حضور سياسي، شخصيات رفيعة المستوى، عدد كبير جدا من العقول والعلماء أبناء القارة الإفريقية. أهمية الرسائل السياسية التي يبعث بها هذا المؤتمر؟ يعني بالتأكيد الرسالة السياسية أيضا أحد النقاط المهمة، أن هناك الآن إرادة سياسية أفريقية للمضي نحو تحقيق هذا الهدف. طبعا الدور المصري في يعني توحيد الرؤى الأفريقية كان له دور كبير جدا منذ حتى اللحظات الأولى بعد عام 2014 وظهر جليا إبان جائحة كورونا، ورأينا الإرادة السياسية هنا تتحدث عن فكرة مثلا العدالة في توزيع اللقاحات الأفريقية، عن فكرة أيضا مصر كونها تساند الأشقاء الأفارقة بإرسال المساعدات والمؤن الطبية في وقت أغلقت كافة الدول في العالم الأبواب عن نفسها، ولكن مصر أنشأت جسور طبية لمساندة الأشقاء في مختلف القارة الأفريقية، وبالتالي هذا أحيا هذه الإرادة السياسية، جعل القادة السياسيين الآن يستيقظوا ويدركوا أن علينا أن نلتف حول هذه الرؤية وأن نجد الآن أنفسنا طريق نحو تدشين منظومة صحية أفريقية ترتقي وتطلعات وطموحات المواطن الأفريقي، ومن ثم أعتقد بالفعل أن الرسالة السياسية الأبرز في هذا المؤتمر اليوم أن مصر نجحت باقتدار في إيجاد رؤية سياسية وإرادة سياسية أفريقية للمضي نحو إيجاد حلول للأزمة الصحية المزمنة في القارة الأفريقية.
كان لافتا ايضا يعني في كلمه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزاره الصحه والسكان الحديث ان يعني تطوير المنظومه الصحيه في القاره الافريقيه لا يقتصر فقط على الجانب الخاص بالكوادر البشريه والمستلزمات الطبيه والصناعات الدوائيه، لكن ايضا يعني تشمل النظام السياسي، تشمل البنيه التحتيه، الطرق، هناك مفهوم اوسع، التعليم ايضا كان هناك تاكيد على فكره التعليم الطبي وتخريج كوادر طبيه واطباء وكافه العاملين بالاطقم الطبيه لخدمه المواطن الافريقي. يعني اكيد نحن نتحدث عن بنيه تحتيه ان لم تكن موجوده في الداخل المصري لم يكن لدينا الان القدره للحديث على هذه المنظومه الطبيه. يعني الجميع يتذكر قبل عام 2014 المستشفيات كانت موجوده ولكن كان لا يوجد الكهرباء مثلا، كانت الكهرباء تنقطع عن المستشفيات اثناء تاديه العمليات وعمليات يعني، والجميع كان يعني يقرا الاخبار المؤسفه التي كانت يعني تحدث في القطاع الطبي نتاج التهلل في البنيه التحتيه المصريه قبل عام 2014، وبالتالي هنا ربط مهم للغايه فيما يتعلق باهداف التنميه المستدامه، وان القاره الافريقيه عليها تعمل كما عملت الدوله المصريه على تحقيق اهداف التنميه المستدامه بشكل متوازي، يجب علينا ان نسير نحو تحقيق بنيه تحتيه حقيقيه، نحو تاهيل وبناء الانسان وقدراته العلميه، وايضا المضي نحو انشاء المنظومات الصحيه والتعليميه والتدريبيه واعداد الخبرات والكوادر، اذا هي منظومه متكامله، هذا ما نجحت فيه الدوله المصريه وتحاول الان نقله للاشقاء في القاره الافريقيه، علينا ان نعمل في كافه اطر العمل في التنميه المستدامه بشكل متوازي، ايضا هذه اشاره مهمه للغايه فيما يتعلق بدعم الاستقرار في القاره الافريقيه، نعم نحن نتحدث الان عن جهود مصريه مهمه للغايه في دعم المنظومه الصحيه، ولكن ايضا هذا يتطلب هدوء سياسي في القاره الافريقيه، وعد الصراعات والنزاعات في القاره الافريقيه المضي نحو مكافحه الارهاب والفكر المتطرف، وفي الحقيقه ان مصر ايضا لها دور كبير جدا في هذه المجالات بما يدعم هذه الاهداف ايضا الصحيه، وبالتالي هي منظومه عمل متكامله مصر الان تنقلها للاشقاء في القاره الافريقيه عبر استراتيجيه مصريه وتجربه مصريه نجحت في تحقيق التنميه، مكافحه الارهاب، الاستقرار الداخلي والاستقرار السياسي، النمو الاقتصادي، وايضا بناء الانسان، وبالتالي هذه الركائز كلها الان هي ما تجعلنا نتحدث بكل فخر واعتزاز عن التجربه المصريه في كافه المجالات وفي مجال الصحه بالتحديد، وايضا هذا ما يجعل أحد أهم علماء العالم يتحدث عنا اليوم بهذا الفخر وبهذا الاعتزاز. وهي جزء أيضا من قوة مصر الناعمة، يعني الذراع الطبي أو الذراع الصحي لا يقل أهمية عن أذرع أخرى تمتد للقوة الناعمة المصرية وللحضور المصري الإفريقي. أيضا كان هناك مداخلة لمدير منظمة الصحة العالمية سيد تيدروس أدهانوم تحدث عن أهمية عقد هذا المؤتمر، كيف تابعت وقرأت هذه المداخلة؟ يعني احيي حضرتك في البدايه عن فكره القوى الناعمه واستخدام الطب كاحد ادوات القوى الناعمه، لان بالفعل ما تلاقيه البعثات الطبيه المصريه التي تتجه الى القاره الافريقيه من ترحيب واشاده وحب وتقدير ورسائل يعني كلها مشاعر فياضه للشعب المصري بيؤكد ان مصر بالفعل اطبائها عندما يذهبون الى القاره الافريقيه يقابلون بكل ترحيب، راينا هذا في المستشفى الخاص بمصر في جنوب السودان، راينا هذا الامر ايضا في افتتاح السير مجدي يعقوب لمستشفى القلب في احد الدول الافريقيه، راينا في الكثير من الدول الافريقيه حينما تتواجد البعثات الطبيه المصريه هذا يكون له مردود ايجابي على العلاقات المصريه الافريقيه. اما فيما يتعلق بالامين العام خاص بمنظمه الصحه العالميه فبالتاكيد شهدته اليوم بما حققته مصر من طفره في مجال الصحه ونقل هذه الخبرات الى القاره الافريقيه، خصوصا انه من اصل افريقي ويدرك تماما اهميه الدور المصري تجاه هو اصل افريقي، يعني هو يدرك معاناه القاره الافريقيه صحيا بشكل مباشر. بالتاكيد هو لديه كافه الخبرات التي تمكنه الان من الحديث عن ان مصر بالتاكيد لديها الدور الابرز افريقيا في معالجه الامراض والازمات المزمنه صحيا في القاره الافريقيه، وبالتالي هي اشاده تنضم للاشادات الدوليه والاقليميه التي
تتحدث عن مصر مش بس في مجال الصحة ولكن في مجالات عدة من ضمنها طبعا هذا المجال الحيوي والذي تحتاج إليه القارة الأفريقية الآن، خاصة في ظل متغيرات دولية قائمة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو سلاسل الإمداد والتمويل أو حتى تبعات جائحة كورونا الاقتصادية، وبالتالي تعزيز المنظومة الصحية أفريقيا الآن يحتاج منا كأفارقة أن نتكاتف نتوحد. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.